أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تنتهي الأزمة في قطاع غزة ويتم التوصل لوقف دائمًا لإطلاق النار كما أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر المتواصلة لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين أكثر أزمة إحنا بنعيشها كلنا ومتأثرين بها كلنا أتصور هي اللي بيحصل في القطاع قطاع غزة والضفة الغربية واحنا في مصر لينا موقف موقف محترم ان شاء الله بنسعى الى ان احنا يعني على الاقل يبقى في وقف اطلاق النار ويتخلى المساعدات عشان نخفف عن اشقائنا واهلنا في في غزه ثم بعد كده يعني يبقى في حل للقضيه اللي هي بتتجدد كل كام سنه وتقلمنا كلنا